السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآيات العظيمات وصايا وأوامر وصى الله عز وجل بها عباده وأمر الله عز وجل بها عباده. وفي هذه 15 آية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمعت التوراة في هذه 15 آية، التوراة وأحكامها جمعت في هذه الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، القضاء هنا أمر وألزم وأوصى، والقضاء هنا قضاء شرعي، يعني هل عبد الناس ربهم تبارك وتعالى؟ بعضهم عبد وبعضهم لم يعبد، فالقضاء هنا هو القضاء الشرعي، بخلاف قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا قضاء كوني مبرم لابد من حصوله، وقع. إذن فالقضاء هنا قضاء، قضاء الأول قضاء كوني، يعني أمر قدري كوني لابد أن يقع، لكن هنا أوصى وأمر الله عز وجل في قضائه الشرعي الذي غير ملزم للناس، بعضهم يعبد الله سبحانه وتعالى وبعضهم لا يعبده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه هي شهادة التوحيد متضمنة للنفي وللإثبات، والنفي والإثبات في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، هذا نفي وإثبات، وهذا النفي والإثبات مقتضى للحص، وهذا هو معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، والتي أبانها الله عز وجل في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا أيضا نفي وإثبات، هذا هو معنى كلمة التوحيد، ولذلك الآية التي بعدها مباشرة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو مدار السعادة ومدار الفلاح ومدار الفوز في الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قضى أنه لا يغفر من الشرك شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك قابل للمغفرة، إلا الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفر الله منه قليلا أو كثيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومما أمر الله عز وجل به الإحسان إلى الوالدين، ودائما يقرن الله عز وجل بين عبوديته وبين الإحسان إلى الوالدين، لأن حق الوالدين على العبد تالي لحق الله عز وجل، فكما أن الله جل وعلا هو الذي خلق العباد وبرأهم وركب فيهم السمع والأبصار، فكذلك فالذي يلي الله عز وجل في الحق على العبد هما الوالدان، لأنهما هو سبب وجود هذه العبد في هذه الدنيا. ومن ثم قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أبلغ من قولك وأحسن إلى الوالدين، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات وعلى الاستقرار وعلى التمكن، فهذا أكمل في بيان الإحسان إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا، إحسانا في القول وفي الفعل وفي كل شيء. وفي سورة لقمان يقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم ذكر الله عز وجل حالة من حالات الوالدين التي يحتاجان فيها إلى بر الأبناء خصوص برهم في هذه الأوقات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا بلغ أحدهما أو كلاهما هذه الحالة من الكبر فهذه حالة ضعف،
وفي هذه الحالة التي يضعف فيها الوالدان بعد أن كان أقوياء وبعد أن كان الولد صغيرا ثم شب الولد، وكما قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، في هذه الحالة من الكبر نهى الله عز وجل أن يسيء الولد للوالدين بأدنى إساءة بالقول أو بالفعل ولو بالتأفف. والتأفف هو مجرد خروج النفس مع الضجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف وأف، هذا هو خروج نفس لكن مع الضجر، وهذه أدنى ما يحصل من السوء بالقول. ولا تنهرهما، لا تحد لهما النظر ولا تغلظ لهما في القول أو في الفعل، وهذه النواهي كلها مقتضية للتحريم. وقل لهما قولا كريما. وفي مقابل هذا النهي عن الإساءة بالقول ولو بأدنى الإساءة، وكذلك بالنهي يعني عن النهر لهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا سهلا، كما يعني يعني الحوارات التي قصها الله عز وجل علينا في حوارات الخليل عليه الصلاة والسلام مع أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أدب جم، وأبوه كان كافرا، حتى لا يحتج محتج الآن بسبب جهله أن أباه مثلا أو أن أمه تفعل معصية فهو يزجرهما بالقول أو بالفعل، فهذا من جهله ومن قلة علمه ومن قلة فقهه. فأبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل كان كافرا، ومع ذلك خاطبه بأدب جم. وأسماء رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة عن الإسلام، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، قال: صلي أمك. نعم. وهذا من عظمة هذا الدين، أن الله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما حتى وإن جاهداك، حتى في هذه الحالة التي هي من أشنع الحالات، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطيعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا تحسن إليهما. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتواضع لهما وانكسر لهما، وعاملهما بالقول اللين وبالتواضع واللين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمر الله عز وجل بالدعاء لهما لا سيما في هذه الحالة، حالة الكبر، أن يرحمهما الله عز وجل من آفات الكبر ومن عوزه ومن عجزه، وكذلك عند الوفاة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عند في مسند أحمد وغيره، عندما دخل المسجد فقال: آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال مما قاله: أتاني جبريل فقال: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخله الجنة فأبعده الله قل آمين، قال: فقلت آمين. من أدرك أحد والديه أو كليهما ثم لم يدخله الجنة فأبعده الله، إذا قدر الله عز وجل لعبد أن يدرك أحد والديه أو أدركهما ثم لم يدخله الجنة فهذا مبعد، فهذا يعني شقي. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن يحيى قال الله عز وجل: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال في شأن المسيح ابن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فلا تجد عاقا لوالديه إلا وهو جبار عصي، ولا تجد عاقا لأمه إلا وتجده جبارا شقيا، والعياذ بالله.
طبعا لما تقرأ في سيرة السلف كيف كانوا يعاملون والديهم، وكيف كان أحدهما إذا أكل مع أمه لا يمد يده على الطبق الذي تأكل منه أمه حتى لا يسبق إلى شيء أو إلى طعام تريده أمه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نادته أمه ترك كل شيء وانصرف إلى أمه ويدعو لها ويعني يترحم عليها رضي الله تعالى عنهم. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، البعض بيستدل هنا بهذه الجملة بوجود المجاز في القرآن على أن هذه سورة مجازية، ومن ذهب إلى عدم وجود المجاز في القرآن يرى بأن هذا حقيقة لأنه مفهوم منه تواضع، أن الحقيقة هي ما يسبق إلى الفهم، فأنت عندما تقرأ هذه العبارة فهذه تسمى حقيقة مركبة، بمعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع لهما، لا تفهم منها إلا التواضع، لا تفهم أن الله جل وعلا شبه الذل بطائر ثم يخفض هذا الطائر جناح يعني جناحيه، لا، أنت تفهم من ذلك التواضع والانقياد. وعلى ذلك درج العلامة الشنقيطي في رسالته الفذة العظيمة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهذا أسلوب من أساليب، فذهب إلى أن هذا أسلوب من أساليب لغة العرب. وعلى كل حال مسألة وجود المجاز في القرآن إذا كان المجاز يتعلق بمسائل الصفات فهذا تكون الخلاف فيها خلاف عقدي، وبالتالي يعني ينكر هنا الخلاف في هذه المسألة، كمن ذهب إلى 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 نفي صفات الله عز وجل أو إلى جحدها كالفرق هي مبتدعة. وأما إذا كان لا ينفي صفات الله عز وجل ولا يذهب إلى وجود المجاز في آيات الصفات فيصبح الخلاف في وجود المجاز في القرآن خلاف أدبي لأنه لا يترتب عليه أخطاء عقدية. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهنا يبين الله عز وجل كما يذكر المفسرون أنه إذا بدرت من الإنسان بادرة وهو لا يقصدها، فهذه البادرة قد يبدر من إنسان بادرة في لفظ أو فعل هو لكنه لا يقصدها، فهنا مثل هذه الأشياء معفو عنها لأن الله جل وعلا يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم. والمعنى في هذا أن الله جل وعلا يعني كما قال جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح، فمن تعمد إيذاء والديه بقول أو فعل فهو على خطر عظيم ويعني وشأنه شديد، لكن من بدرت منه بادرة هو لا يقصدها فلعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. وهنا يقول الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية معناها أن الله جل وعلا مطلع على قلوب عباده سبحانه وتعالى، وأنه متى علم الله عز وجل من قلب العبد حبا لدينه وحبا للصلاح وعملا بما أمر فإن الله جل وعلا يعني يتقبله ويعينه ويسدده. ولذلك يقول الله جل وعلا فإنه كان للأوابين غفورا، والأواب بمعنى الرجاع، هو الرجاع إلى طاعة الله عز وجل، والرجاع مما يكره الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وهذا هو معنى الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابون هنا جمع أواب، وهو الرجاع، الرجاع إلى الطاعة والرجاع إلى الهداية بعد الضلال وإلى الطاعة بعد المعصية، فإنه كان للأوابين غفورا. والبعض من المفسرين يفسر الآية بأنهم هم الذين يصلون الضحى، وهذا المعنى صحيح لكنه تفسير بالمثال، وشاهد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، حين ترمد الفصال اللي هي الوقت اللي هو قبل الظهر حين يشتد حر الشمس فتحترق خفاف الأغنام الصغيرة، فصلاة الأوابين في هذا الوقت، والحديث في صحيح مسلم. وبعضهم يقول كانوا يصلون يعني الأوابون الذين يصلون بين العشاءين، يعني الذين يصلون بين المغرب والعشاء، وهذا كله من التفسير بالمثال.
لأنه لأن الأواب يشمل كل هذه المعاني. الأواب هو الرجاع، ويشمل الذين يصلون الضحى والذين كذلك يصلون بين المغرب والعشاء، كل ذلك داخل في معنى الأوابين. فإنه كان للأوابين غفورا، وهذا حث من الله عز وجل لعباده على الانضمام لهؤلاء الصنف الرجعين إلى طاعة الله عز وجل وممتثلين لأمره ونهيه، والذين يصلون الضحى والذين يصلون بين العشاءين. فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولما أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين سنى كذلك بالإحسان، وآت سنى بالإحسان إلى ذوي القربى، وآت ذا القربى حقه. وذا القربى هو القريب لك الذي يحتاج. واتفقنا ومر علينا في سورة النساء في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم. اتفقنا أن كل هذه الأصناف يجب الإنفاق فيها، لذا قوله تعالى وآت ذي القربى حقه، فهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب، وهذه من النفقات الواجبة ليست من النفقات المستحبة لمن كان قادرا عليها. وعلى ذلك إذا كان ذوي القربى محتاجا وكان قريبه قادرا على الإنفاق عليه، فإنه يجب عليه الإنفاق عليه، وهذا من النفقات الواجبة وليست من النفقات المستحبة. والنفقة على ذوي القربى مقدمة على المساكين وعلى اليتامى كذلك، كما قدمهم في سورة النساء، لأن الأجر فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، ولذلك قدم هنا في سورة الإسراء، وهذا في القرآن المكي، وقدمه كذلك في القرآن المدني في سورة النساء. وآت ذا القربى حقه، وتسمية النفقة حق لذوي القربى يدل على وجوبه. ولذلك احنا سمينا آية النساء، العلماء يسمونها آية الحقوق العشرة، لأنها كلها نفقات واجبة. وآتي ذا القربى حقه والمسكين، والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة، حتى ولو كان يملك لكن يملك ما لا يسد حاجته، فإنه يجب الإنفاق عليه، وله مصرف من مصارف الزكاة. وبين السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، فيعطى ما يتبلغ به، وهذا أيضا له حق في مال الزكاة. ولا تبذر تبذيرا، ولما أمر بالإنفاق في أوجه الخير كذلك نهى عن الإسراف حتى في أوجه الخير. نعم، فقال ولا تبذر تبذيرا، لا تنفق المال فوق يعني ما يحتاجه أو فوق طاقتك. والبعض من السلف كمجاهد وابن عباس وغيره يرون أن التبذير هو الإنفاق في غير الحق، أما الإنفاق في الحق فلا يطلق عليه تبذير أبدا حتى ولو استوعب جميع المال. والقول الثاني قول وجيه، أن التبذير، لأن الله جل وعلا ذم التبذير ذما شديدا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم، وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وغيره جاء بجميع ماله وأنفقه في سبيل الله عز وجل ولم يبقي لأحد شيئا، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم شيئا قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول وجيه، أن التبذير هو النفقة في غير الحق، كالنفقة في المعاصي وفي الباطل وفي المباحات التي لا يحتاجها، كل ذلك قد يشمل هنا داخل في معنى التبذير. أما النفقة في الحق حتى ولو أنفق فيها ما أنفق فإنه لا تدخل في التبذير، وهذا قول وجيه، وبيقول ابن عباس وقتادة ومجاهد وغير واحد من السلف. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن التبذير معصية كبيرة، والتبذير هو الإنفاق في صرف، والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولماذا يشدد الله عز وجل في هذا السلوك بهذه الشدة، الإنفاق في غير وجه المال في غير المستحق؟
لأنه هو وسيلة إلى الطرف، والطرف أعظم مصيبة يبتلى بها العباد. والأمة المطرفة أمة لا تعرف حقا لله عز وجل، ولا ليس لا ولا تعرف الحقوق بين بعضهم البعض. ولذلك لو تأملت أعداء الأنبياء كلهم كانوا من الطبقة المطرفة، وكلهم كانوا من الملأ أصحاب الجاه والسلطان. وهذه الطبقة المطرفة ليس عندها شعور ولا عندها إحساس، بل هم يعني في الجملة يعني في صورة بشر، والله عز وجل أعلم بما في قلوبهم. ومن ثم شدد الله عز وجل النكير في ذلك، وبين أن التبذير وأن هذا التبذير هذا السلوك من التبذير وإنفاق المال في غير وجه حتى ولو كان في المباحات سلوك قد يؤول بالإنسان إلى الكفر، قد يؤول به. إن المبذرين كانوا، انظر هنا إلى الآية أولها وآخرها، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى كم قبح الله عز وجل من شأن المبذرين، فجعلهم إخوانا للشياطين. ثم قال وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك أغلب أعداء الأنبياء هم كانوا من هذه الطبقة المطرفة، وأغلب أعداء الدين هكذا. وكان الشيطان لربه كفورا، كفور بنعمه سبحانه وتعالى. وكذلك المبذرون كفروا بنعم الله عز وجل. لماذا؟ المال نعمة عظيمة، والمال ده يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين بعد أن أثنى على المال، فلما سأله سائل فقال وهل يأتي الخير بالشر؟ لأن الله سمى المال خيرا في كتابه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني وهذا هو العبد المكاتب، لما تعلم إن عنده مال يكاتب. فكيف سماه الله خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الشر لا يرجع، الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن سلوك الناس في إنفاق المال في غير حله هو الذي يعود عليهم بالوبال ويعود عليهم بالشر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار، سواء أخذ المال بغير حق أو إنفاق المال في صرف وفي تبذير فلهم النار. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهنا ذكر الله عز وجل حالة عدم وجود المال، وتعرض هؤلاء للإنسان للسؤال سواء من ذوي القربى أو المساكين أو ابن السبيل، فماذا يفعل معهم؟ ما هو السلوك العظيم الراقي الأدب الجم الذي ذكره الله عز وجل هنا؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، إذا لم يكن عندك من المال الذي تسد بهم حاجته، وهذا هو معنى الإعراض، ابتغاء رحمة من ربك ابتغاء انتظار أن يأتيك المال، فقل لهم قولا ميسورا يعني عدهم وعدا سهلا لينا، قل لهم يأتي المال إن شاء الله، إذا جاءنا المال إن شاء الله أعطيناكم ما تريدون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يسأل يقول إن جاءنا إن شاء الله المال أعطيناكم. نعم. ولما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين، وطبعا معلوم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق ذات اليد، فلما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين يعني تعرض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يتعرض له يعني يري نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبشروا يقول أبشروا وأمنوا بما يصبكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والعجيب أن الإنسان قد يصبر في يعني في الضراء وفي ضيق ذات اليد، لأن الصبر هنا صبرين.
اختياري ام الطلابي؟ الطلابي. ها طيب، والصبر على السعة والمال اختياري، الصبر اختياري اعظم ام الصبر للطلابي؟ الاختياري اعظم. ولذلك كان صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على امرأة العزيز اعظم من صبره على السجن. ليه؟ السجن هيعمل ايه؟ خلاص هو دخل السجن، ما لا حيلة له، هيصبر الى ان يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. لكن لما يصبر على، لما صبر على امرأة العزيز، لا امر عظيم. نعم. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. كان يبكي بكاء شديدا، لان عبد الرحمن بن عوف يعني تاخر في موته عن مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل لم يجدوا له الا شمله، قطعه من القماش، اذا غطوا بها راسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجليه بدت راسه. فمات ولم ياكل من الدنيا شيئا، مضى الى الله عز وجل شهيدا، قتل تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين والانصار. لكن عبد الرحمن بن عوف تاخر حتى فتح الله عز وجل على الصحابه الدنيا، فكان احيانا يوضع له الطعام فيبكي ويتذكر اخاه مصعب بن عمية رضي الله عنه الذي رحل ولم ياكل من الدنيا شيئا. ولذلك الانسان دائما يرضى بما قسمه الله عز وجل، سواء قسم له الضيق او قسم له الغنى، لكن اذا اعطاه الله عز وجل من فضله فانه يشكر نعم الله عز وجل ويستعمل المال فيما امر الله جل وعلا، كما قال اصحاب قارون: وابتغي فيما اتاك الله، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي بعض، وهناك من الاشقياء من يستعين بنعم الله على معاصيه فيحارب دين الله عز وجل بالمال الذي اتاه الله عز وجل، او بالجاه او بالسلطان. هؤلاء يكفرون بنعم الله عز وجل عليه. وهذا كله يعني سبيل هذا كله الى النفاد والى الزوال. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا هو السلوك الجم والادب الراقي، ليس التعنيف وليس الزجر وليس الزجر وليس هذا، وليست كل هذه من سلوك المؤمنين ابدا. لا يمكن ابدا مؤمن يسجر يعني طالب نفقة او محتاجا او ضعيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذا هو المنهج الذي اراده الله عز وجل من العبد، أن يعيش مقتصدا بعيدا، أن يعيش مقتصدا غير بخيل ولا مسرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذه هي حالة البخل، كأن اليد مغلولة لا يستطيع أن يحرك، مغلولة إلى عنقك، كما وصفت اليهود رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال ماذا رد الله عليهم؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا التعبير هذا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تعبير يرد به النهي عن ذم البخل، وأسوأ صفة يبتلى بها عبد أن يكون بخيلا، أسوأ صفة. والعرب كانت تعد البخل من الصفات المرذولة جدا، ولذلك كان مدحوا من كرماء العرب كحاتم الطائي وعلي ابن جدعان، كان يطعم الطعام لكنه كان كافرا، كان الفارس يأكل على فرسه من طعامه وهو راكب على الفرس من كبر الوعاء الذي يأكل به، من كبر الصحفة التي يوضع فيها الطعام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا هو الاقتصاد الذي أمر الله به، كما قال جل وعلا في سورة المؤمنون: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك ثبت
عند الإمام أحمد وغيره معال مقتصد. معال مقتصد يعني يعني ما افتقر مقتصد أبدا. لما تجد رجلا افتقر بعد غنى تعلم أنه خالف هذا المنهج. والله العظيم رأيت أناسا علم الله كان عندهم من الأموال ما عندهم من الأموال، ثم لم ينقضي آجال هؤلاء إلا وأولادهم والله العظيم صاروا في عوز وفي حاجة لأنهم خالفوا هذا المنهج. صار في كان عندهم يعني مثلا كان التاجر الألفي يقول اللي كان عنده ألف جنيه كان يعدونه تاجرا ألفيا في 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 ذاك الزمان. نعم هذا كان عنده ملايين في ذاك الزمان. نعم ولكن لم ينقضي أجله حتى أصيب أولاده بالعوز وبالحاجة. لماذا؟ خالفوا هذا المنهج القرآني. وكذلك الأمة عندما تخالف يعني هذا القرآن وأوامره وتنتهك ما نهى القرآن عنه تحيد الأمة، يبقى أمة حادت. وهذا لا يصيب، وهذا هو المصيبة والداء العضال الآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كم هذا القرآن إلى أقوى السبل في العبادة والتوحيد والمعاملات والأخلاق. إذن هذا المنهج الراقي الذي ينبغي أن يعيش عليه الإنسان، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما محسورا، ملوما إذا أنفقت ولا تبسطها كل البسط. طب إذا أنفق المال كله فلم يكن عنده مال، فعندما يسأل النفقة ممن يحتاج النفقة لا ينفق عليه، فهنا يلوم أصحابه ويلوم الناس على عدم النفقة. نعم يعني يعني لأن الإنسان إذا سئل النفقة فلم ينفق على ذوي قرباه وذوي قرابته وعلى المحتاجين فإنهم يذمونه ويلومونه. وكذلك فلا يعني فتقعد ملوما محصورا ضعيفا عاجزا كالدابة الحسير. والدابة الحسير هي التي عجزت عن السير بسبب الضعف وبسبب العجز، كما قال جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير متعب كل من كثرة النظر ولم يجد خللا ولا اختلالا. إذن قوله فتقعد ملوما محسورا، ملوما يلومك الناس على عدم النفق. إذا أنفقت كل المال لم يكن عندك ما تنفقه يلومك بعد ذلك الناس على عدم النفق. وكذلك تقعد عاجزا يعني عاجزا ضعيفا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما استأذنه في إنفاق المال قال لو إنك إن تدع ورثتك أغنياء لا يتكففون الناس خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وكان يريد إنفاق المال كله. قال لا، قال رسول أنفق مالي، قال لا، قال شطر مالي، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. فأمر هنا به حتى في الإنفاق بالاقتصاد، ثلث والثلث كثير. ولذلك جمهور العلماء على أن المستحب في الوصية أن تكون أقل من الثلث، لأن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث الثلث والثلث كثير. ختم الله عز وجل الآية بهذه الآية بقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني مسألة التضييق على بسط الرزق لعبد وتضييقه على عبد آخر كل هذا تابع لحكمة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. وكل أفعال الله عز وجل مكللة بالحكم والغايات، فهو سبحانه وتعالى حكيم يعطي هذا لأنه يعلم أن إعطاءه المال قد يكون يعني لا يصلحه إلا من الناس من لا يصلحه إلا الغنى فيغنيه الله جل وعلا، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر. لو عنده من المال فيفسد في الأرض إفسادا. لذلك يقول الله جل وعلا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي توجيه للناس إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلقون ببعضهم بعضا لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. والمعلوم أن الأرزاق كالآجال لا تزيد ولا تنقص. أنا ولذلك ينبغي للعبد كما قال القائل آت الرزق يوم فأجمل طلبا وابغي القيامة زادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. يعني لا تنفق نفسك في الدنيا كثيرا،
الرزق أتيك أتي، خذ بالأسباب التي أمرك الله بها، لكن ليكن همك وانشغالك بما لم يؤمن لك. أغلب الناس يعتقد أن تأمين المستقبل هو تأمين المال، وهذا من الجهل وهذا من الحمق، لأنه راحل عن هذا المال. لكن المستقبل الذي ينبغي أن تؤمنه الآخرة، هذا الذي لم يؤمن لك. ولذلك قال الله جل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، يجوع يوما فيصبر ويعني يشبع يوما فيشكر صلى الله عليه وسلم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ويعلم سبحانه وتعالى الذي يصلح العباد من البسط ومن ضيق ذات اليد، بصيرا بأفعالهم وبمن هو شاكر ومن هو كافر بنعم الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.